تواجدوا في حي السعادة. عندي واحد السيدة عندها واحد البنية تقريبا عندها واحد 24 سنة اللي حدثت في واحد الظروف غريبة. لأن بغينا نعرف أنت شنو تجيب من البنية؟ شميتها وسميتها؟ بنت بنجات سكنة. وشحال عمرها؟ 64. وشنو وقع لك السيدة؟ كل حاجة ما وقعت لها السيدة من خاصنا من دار ولات بحالة عادية وخرجة مسخرة من عندي من عند أمي لعندي ظرف بين العصر بين 65. واش من نهار؟ نهار الاثنين معاها بين 65. هذا الشيء. بين 23. 23 مسخرة. درتو شكاية الأمن ولا شي؟ لا شكاية ديك الليلة زعما ما حنا حد الدرية عمرها ما خرجت ما تفتحت ما حتى حاجة ما كنخافو عليها درنا لها ديك الساعة سميتو الشكاية درنا الليل عند البوليس درينا في السبيطار راه ما خلينا في الدرينا خلينا البحث اللي درناه البحث حنا وما سولتوش شي وحدين اللي تعرفوها مثلا ولا شي عيالات ولا شي عائلة كاملة العائلة كاملة كتجري معانا كلها بصغيرها كبيرها وهي اللي خرجت ما هزت لها حويجات لا حتى شي حاجة. هزتني والو خرجت قلت لك لابسه جلا لابسه سفونج اللي كانت كتشقى فيهم لابسه كوبرون جلابة وزيت جلابة كبير زيت كبير سبات كحل. هذا هي شي بورتا ديالها. ما نكذبش عليك ما نكذبش عليك كان صوني في واحد البلا كانت كتصوني بينا كتصوني فتصوني شي يوم لان التليفون دي شارطو ولا ما بقاش كيجي. ما نتاكدش منها واش الدمرة ديالها اللي كانت عندها لقيناها كاينه. ماشي نمرة أخرى الله أعلم حنا عاش فينا ديك النمرة سرينا فيها ودابا واش اللي كيتوجهي لها من اللي عليك شي اللي دار هاد ولا بنتي اللي كتسمعنا وباقا حيا تجي عندنا هادي كانت اللي دارت لا داها شي حد ولا خطب شي واحد ولا داتها شي مرا الله يسامحها ترجع لينا يداها يجيبها لينا دري ما عارفاش وما واعياش ماشي لنا واحد مطور ولا اللي كيبان ولا اللي كتخرج زعما غتسخر ديري تقولي هذا ترتاحي منه دري ما عارفاش واخا عندها 24 عام باقا غافله عندو الناس اللي غافلين بزاف كاع مشيت شويه وكتخاف واحد الدرجه ما كتصورش وهي شنو كدير في الحياه باش كتقرا ولا كانت كتقرا في القاعده تاع المدرسه الكريم في الرابع ولا الخامس ما عقلتش انا بكا المهم ديك الساعه كتشد شويه تصنع شويه هذا ولكن المهم في السنة الأولى أن المهم بقات بوحدها بقات كتعاونها بقى أنها كتخرج معاها وكتدخل معاها إذا كلشي عباد ما كيشد هادشي عافاك عاد كيما فاش مشيت ما بانتش لكم شي علامات مثلا مع الصبا ولا شي هي هادي ابدا ما كاين حتى شي حاجه عاديه كتشقى عاديه سنوات خرجت غادا عندي لداري من التراجي ما بعيدش من هنا لهنا راه ماشي بعيد ما عرفتش شنو الظروف مثلا اللي ممكن تفعل هذا ما تدبر واش كتشكو مثلا شي عمليه اختطاف وشي عمليه هادشي اللي كنشكو فيه الله اعلم دابا واش كتشكو فشي عملية اختطاف ولا شي حاجة بحال شي حاجة بحال هاد الشكل ولا ما عرفتوش شنو كتشوف الدرية اختفات بواحد الظروف هاني دايرة بعيد ما غاتشك حتى شكون شي عائلة كيدري معاها كلشي اللي قريب منها اللي بعيد دابا حتى شي واحد ما خلاش جدو معانا ما عرفنا هاد الدرية طلعت ولا نزلت لأن كون خرجت على مسافة بعيدة غنقولو راه هي قريبة المسافة من هنا لهنا ماشي بعيدة ما كاينش مثلا شي محاولة شي واحد اتصل بكم وقال لكم مثلا هاد البنت شفناها في هاد البلاصة أو شفناها في هاد البلاصة شي وحدين واحد السيدة كتعرفنا ذاك الحد دابا هي في الرشيدية والله أعلم السيدة ما متأكداش ما كتشوفهاش بزاف قالت لنا كتخرج بزاف باش غتعرف الناس قالت لنا راه ذاك هي حدا ولكن ملي سلمت عليها ما جاوبتنيش يعني ماشي هي وكانت هي غتجاوب ونقول لها السلام كبات شي ناس قال لنا حدا شفناها في الرشيدية ما خلينا الرشيدية دابا الرشيدية زديناها كامل كنديرو عليه العس سهيل ونهار هذاك لا واحد حتى حاجة ما قالت لنا ما لقينا والو يعني لحد الساعة اللي كنشجعو معاك حنا تقريبا اليوم حوالي أسبوع تقريبا عن الاختفاء ديالك من الاثنين بدا شي الاثنين نتمنى ولا تسمعوا شي خبر خير يا ربي آمين يا ربي آمين ونتمنى اللهم يا ربي آمين يا سيدي ما تقولي هذا خاطر شي حد أو ضحك عليا شي حد أو شي بنت خرجها أطردها لينا أطردها لينا الدنيا هاني أجي بنعمل لنا ما بغينا منها حتى حاجة